السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة. واليوم أنا وأحمد راح نلعب لعبة رجل العنكبوت من مارفل. نعم. سبايدر مان من مارفل. طيب، وفي في في بعدين عندنا أشياء كثيرة يمديك تطورها. إيش أهم حاجة؟ إيش أهم حاجة فيه؟ إيش الأهم شيء؟ نيويورك. تايم سكوير. أيوة صح صح؟ أنا أروح تايم سكوير. تايم سكوير. عادين توب جيم تايم سكوير. إيه جيت والله، والله معفنة، والله حريعة معفنة زبايل. أول يوم حضرت في نيويورك قاعد ألفلف فيها، قاعد ألفلف، بعدين في النهاية اليوم الثاني لعبت بسبايدر مان. أطول أقول هذا منطقة مريتها، شايف المنطقة دي يعني مصورينها بشكل حلو، مصورينها بشكل مرة بيتزا ولا؟ ما شيك تدري؟ أتوقع عادي يمكن جاب فيلم سبايدر مان تدري؟ دورت ما لقيتها. وزي ما يعني تعودنا من سوني إنهم يعربون ألعاب، اللعبة مدبلجة بس أنا مدبلجة نعم بس مو مترجم بالمصري. بالمصري مدبلج وما في اي مشكله، بالعكس هني من اختار مصري احسن. ما هذا يا ولد، ما الذي تراه امامك يا ولد؟ يناسب تعرف شخصيه سبايدر مان، يعني يناسب عليها اللهجه العاميه اكثر. ذا فريندلي نيبرهود، صديق الحي. طيب دحين نظام الكومبات تسحلك من تحت، لازم يعلمونا صح؟ اي صح، اي توتوريال هذا يعلمك عشان كالمبتدئ يسهل انه يتعلم ويفهم اللعبه. انتك تلوع عليهم بالعديد المجاري. انتك ترفع عليهم فوق وتكمل عليهم. حلو 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 حلو، فيها كمبات حلوه. الفايتنج مره حلو حلو. بعدين عنده الدوشه اللي تطلع على راسه الابيض ذا، معناه سنسر اشعارات حقته، سنسر العنكبوت. في الحقيقه فيها العنكبوت عنده سنسر ولا بس كذا مؤلفين هذولي؟ خلنا نسالك، في عنكبوت ما ادري، انت اكتب الكومنت. ايوه شوف دحين المسدس يقول لك تلف فيه. حلو حلو حلو، تغطى عليه كذا. يا اخي رهيب الحركه. يعني انت كده خلصت، اذا كان واحد جنب الجدار وكبيت عليه كبيت عليه في الجدار او لصقت عليه بالشبكه ذي تلصق على طول. ترمي على الارض اي اذا كان على الارض، اذا كان على الارض برضه بدي تلصقه فعشان تخلص عليه. فهي ميزتها حلوه انه تعرف بعض الوقت تلاقي ناس لبشه، تعرف اللي يشوف فيك زي الحيوان اللي يجلس لك ورا ويطلق بالسلاح، تعرف تيجي تلصق وكذا تقول له استنى شويه اتشغلنا، عادي يمديك تنقز من وراه، تزحلق من تحت وتجي من ورا. اي خلاص اي، بس لازم تضرب الضار على قد ما لا خلاص ولا ترمي على الارض وتطلق عليه. طب اللي على الجدار على طول تلصق؟ اذا لا اذا لاصق الجدار. هناك الجدار والله هذه موجوده الدرج الاحمر هنا في العربيه العود بعد. بس مو حاطين اكيد. تخيل العربيه العود يعني تخفيضات بعد يا الناس في الشرطه تساعده. اي عنده واسطه وميري جين عنده واسطه يظبطنا ذا بعدين. حلو حلو. لا المحادثات فيه جميل، يعني تعرف جميل سبايدر مان اللي زي ما احنا نعرف انه اي العفوي الانسان اللي يحب الفله واللي مو متهور. قصدي ايش العكس المتهور؟ انه مو متهور، لا قصدي غير مبالي. بعض الأوقات غير مبالي، ما يعرف ايش الصح والغلط. ايوه الشرطة جات، يعني يقولون سبايدر مان اطلع برا شغل الشرطة ذا. لمعة رهيبة في الملابس. طبعا بعدين تفتح ملابس اكثر تعال. انا فتحت كم لبس كذا حلو، تجيبني الملابس الكلاسيكية اللي في اللعبة، تعرف الملابس القديمة حقته مرة قديمة. في كثير، حتى الملابس اللي من الفيلم موجودة. أيوه؟ حلو حلو. لا والله تعبوا عليه، اشتغلوا على اللعبة 5 سنين. 5 سنين والله ما ادري، ما اتوقع يعني ما ادري. انا اقول لك انا سالتك كذا قالها اربع سنين. اربع سنين والله شغل جبار على 4 سنين. انا حاولت ما اقرا ولا حاجة ولا اشوف ولا اتابع اي خبر عن اللعبة. ممتاز ما لعبتها في الحين والحين تعجبني والله. يثري قصة اللعبة ممتعة. اي 3 شفتكم كلكم لعبتوه وقلت خلاص كلكم لعبتوه واثق فيكم وواضح انه من بس شفت تريلر واحد لها قلت اوكي واضح انه الشغل ممتاز. شايف راح المسدس ذا طفش. طبعا الناس الحين تحسب ان الموضوع بس انك تضرب مربع مربع مربع، هو صح في صح في مربع كثير اذا ما تركز في اللي يضربونك من وراك ولا من جنب ولا من بعيد صح. بالمسدسات تضيع بعدين دائره عشان تبعد بعدين كذا مربع بضاقات ما حد فك لك يعني ما حد تقدر تهزم المجموعه في المربعات كثير. اهو تسوي له سوبر يا سلام كيس والله حلو 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 حلو. يعجبني التصوير الافكت حقه لما يسوي السوبر حقه
ايوه دحين شوف بانج حسبته بيضرب بوكس يغيره كل شويه يعني على حسب مكانه وين 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 مكانه يعني برضه انا جنب الجدار تلاقيه يلطش كذا بعدين يلصق في الجدار برضه انه كان جنب الشاحنه كذا يعني على حسب المكان اللي هو حوله حطه والله يرقب حلو انه مو بس حركه واحده سوبر يعني نفسها تتكرر يتغير الشكل الحركه ايوه هذه تعجبني الحركه اللي تزعلك من تحت اعطيه بوكس تزعلك من تحت اعطيه بوكس تزعلك من تحت مع اللي عندهم شيلدز ايوه 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 اظن ينزلين ما شفتها شرطه ولا ايش السالفه والله ما ادري عنها ايوه سكان حلو ذي الحركه عجبتني ايوه يا اخي في مهمات اخشها تكون اختياريه التجسس بس انا احب اني اخش التجسس التجسس من احلى الاشياء اللي فيها مره حلو حلو كذا تروح من ورا تصيدهم كذا تسحبهم من فوق تلصق في الجدار اي تسوي لهم اكثر من شيء تمسك وتصقع في الجدار كذا بسرعه تغطيه زي كذا في واحد ثاني ولا ايش كنا في واحد ثاني ما انتبه له ما انتبه له وفيها كمان اللعبه الغاز فيها الغاز مختلفه في تحديات نعم التحديات شيء ثاني والالغاز حتى شيء ثاني بصراحه في الغاز في تحديات له إيه. ترى هذول يا اخوات ترى ولا لا 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 والله غير 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 انا حسيت انه طلعت بوجهه حسيت انه نفس الشخصيه كذا ايوه ايوه بس طلعت لبس هذه بندانه قادر عليه قادر عليه قوي 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 مربعات يلا يلا ورا بعض تدري انا شخصيا ما احب كويك تايم ايفنتس ما ادري شخصيا انا ما احبها كذا زي بعض الالعاب كذا كويك تايم ايفنت اللي كذا في السينمائيه اللي يقول لك اضغط مربع ذحين انا اضغط دوره ذحين ما ادري انا افضل في ناس تحبها انا اقول لك في ناس تحبها بس انا شخصيا هذا شيء شخصيه سبايدر مان يعني معروفه حتى في عند الافلام فمعطينها طابع سينمائي في اللعبه صح صح بازوكا بازوكا بيون ايوه طير تقدر لسه ما عندك خلص نجمع انت اي مستوى قاعد تلعب الوسط اميزنج وسط ايش اللي بعد الاميزنج سبكتاكل سبكتاكلر ام عم سدس بازوكي والله انه هذا مره قالب هذا اسماء اسماء الصعوبات على اسماء الكوميكس حق سبايدر مان اميزنج وايه صح صح دبل حاطه فريندلي فريند نيبرهود اي صح شرطه هل تحتاجون اي مساعده رجال الامن لا نحن كويسون اذهب يا رجل عنكبوت ونحن سوف نكون خلفك طبعا خاينين طلع اقتلوه تعملوا ايه يا رجاله عندهم دروع هذول اي هذول عندهم دروع يعني يعلم تكنيك جديد اللي يقول لك كيف تقاتل الناس اللي عندهم درع قدامهم ولا ف يجي تسوي مره ثانيه مدلث وبعدين تزحلق من تحته بالدائره عشان من تحت مره بس مو لازم مثلث بالبدايه عشان يمسك الدرع بس يجره كذا اللي يخليه يتكتل حسب اذا انت بعيد معنا جاب 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 ايوه تروح من ورا ايوه اسرع من ورا من تحت من تحت اقول كباري كباري لا كباري ايوه مين هذا يطلق امسك روح روح ايوه ها يا سلام بس من العاب الاصعب الاشياء اللي اشوفها في السوبر هيروز او العاب السوبر هيروز انه لما تلعب الشخصيه تحس انك فعليا قاعد تلعب الشخصيه ذي يعني هنا مصورينه بشيء ممتاز انه لما تهجمل في المدينه وتطير تتسلق تحس نفسك سبايدر مان فعليا لا لا في خفه حتى خفه التحكم لها دور ترى الحين اذا ما خاب ظني جميع النسخ تدعم اللغه العربيه بس لكن لازم تسوي انك تغير لغه الجهاز نفسه لغة الجهاز إذا غيرت تغير اللغة على حسب اللغة الجهاز حقك يعني حطيت إنجليزي حيطلع إنجليزي عندك في اللعبة إذا حطيت الجهاز بالعربي حيطلع لك بالعربي إذا حطيت الجهاز بالبرتغالي يطلع لك المحادثة البرتغالية البرتغالية بالإسباني يعني زي ما بعضكم ما شاء الله متحدثين إسبانية لأنه إسباني إسباني ما شاء الله متحدثين إسباني لأنه ما شاء الله تتابعون الدوري الإسباني يعني ما نعم متحدثين فممكن نكسر المكان زعي 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 هذا جامد هو عنده ايه هو عنده سوبر باور ولا هو كذا بس ضيخه هو جامد جامد ضخه بس كذا ها ما عنده تفاهم هذا ممكن تمسكه ايه كويس برضو من احد الاشياء الحلوه انه الزعماء كل واحد له طابق خاص
يعني مو كل الزعماء تخش تقاتلهم نفس الزعيم الاول الثاني، كل واحد له طريقه فرضا معين انك تهاجمه فيها. يعني زي هذا فازلينيا اوكي مين تمسكه طيب تضرب كم ضربه تزحرق من تحته. احمد تزحرق من تحته بعد ما تصل. ايوه اضربه كم ضربه اول ما تحس انه بيسوي ريكفر تزحرق من تحته. والله الطبش كبير والله. خليه طب يطق اصحابه اللي معه او اصحابه اما كيف يطقهم بالعنيه كذا يقول لك وخر. جاء صقعه. لا قرب من اصحابه. ايش دخل مسكين ولا دخل يا الله. انا كنت ابغاك كنت تمسك الطول هذيك ضربت مسكت. بس خلص الظاهر كسر ظهرك. الحين تايم كويك ايفنت هنا شويه غريب نظامه لانه ما يدخلك تغلط الا لما تقرب حتى لو غلطت وهي برا ما ينحسب. عشان زي ما قلت لك خلوا اللعبه السينمائيه قد ما يقدر. طب لو غلطت فيها قاتله اتوقع بيمسك و... قاتله ولا ما تتوقع؟ ما ادري انا ما عمري غلطت فيها يعني ما الى الان ما غلطت. اتوقع كذا فزنا عليه ولا اي خلاص ربطوا قلعته قرعته اللمعاء. شفت الاشرار بيعملوا ايه يا اخي؟ رهيب المصري والله رهيب عجبني الدبلج حقه كان حلو. لعبت المصريه لعبته هناك وحتى في البيت كذا جلست فتره كذا بس غيرت اللغه كذا بس بشوفها ممتازه. كويسين والله شغلهم كويسين. هذا هو فسك المسك اصلا تاع زمانك. اترك مكان غيره. توقع انتهى زمنه؟ ها؟ توقع انتهى زمنه ولا؟ والله شوف ما حينتهوا زمنهم لانه هذول الابطال قال لك انهم مسوين انه احنا ما نقتل. لو تقتلهم قال خلصت عليهم وما كان صاروا عبره. اي والله يا اخي ما يعجبني تفكيرهم اللي يقول لك نحن لا نقتل الاشرار بس عادي ندخلهم سجن يطلعون مره ثانيه عادي نيجي زرع 100 سنه زي كذا هذا الحال. والله زعل والله زعل والله زعل من حق. طيب دحين عندك العالم مفتوح. خلينا نوري الناس محلات شويه. يلا خلينا نشوف بعض المحلات. انت تعرف وين نروح؟ نروح شمال شرق جنوب وانت جنوب لا روح تيرمينال سنترال بارك. ما زرته في اللعبه والله ما زرته في اللعبه. اللي سبت المنطقه قلت خلينا بس اتك في الجنوب كذا تنزل في اللعبه. يو والله الشيء حلو. الحين عندنا سكيل بوينت واحد فنقدر نشتري. هذه حلو انك تشيل الرجال نفسه. ايه تهوز فيه احسن. نشتري هذا الشيء. انت تحب هذه؟ ولا لا والله كلها حلوه. هذه المشكله اللعبه. نشتري نوريهم كيف. يعني اللي اشترينا باخر لحظه فنقدر نشتري غيرها بس الحين عندنا صفر بوينت. فلازم نزيد ليفل عشان كل ليفل بنقطع. بس لكن مو كلها كوست واحد. بعض هذه كوست اثنين وفي عندك ثلاثه. هذا هو ستر باك. واو والله المره كبير. لف كذا روح لف بينهم. حرك اياها من فوق شوي. وين هذا اكبر؟ انا كنت ساكن في اخر الشارع. شفت اوه هذا الدور ده اعرفه. ايوه هذا اللي والله اعرفه زين. هناك في ستاربكس بعد على جنب. موجود ستاربكس لا ما في ستاربكس في اللعبه بس انا كنت شوف الدائره الدوار هنا كنت ساكن على نهايه الشارع. يلا هلا عندنا الرحله. والله بعيد نقلوك ها. والله مره بعيد نقلوني والله. هذا الفندق الاول انت اول يوم اللي انا حاجز فيه بعدين رحت مع جماعه ثانيه. اوه والله المبنى ذا حلو. هذا المبنى حق اذا ما انا غلطان حق اوسكار. اوسكار 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 اللي هو اللعبه اللي بالحقيقه اوسكار اللي في سبايدر مان الاول. اضغط اكس هذاك ايوه سنون المقلعه. اوسكار ولا اوسبورن انا الاخضر الرجل الاخضر هذاك. بس اشهر عماره هنا هذه. اوه والله ما انتبهت لها. والله موجودين. موجود العماره بس الحقيقه ما هي موجوده. الافنجرز موجودين في اللعبه. لا بس يعني مو العماره هذه بالحقيقه ما هي موجوده على كلام سبايدر مان انه موجودين في اللعبه يعني ما ادري عن يمكن سمعت ان فيهم يمكن ما تشوفهم يمكن. احد الميزات في اللعبه انه ترى يصور لك يعطيك زي المهمات جانبيه التصوير تصور معالم مهمه في نيويورك. فبعض المعالم دي زرتها في نيويورك شفتها
فمره كانت حلو. هذا ايش اسمه ذا نسيت المبنى ايش اسمه هذا ال 30 روك روكفلر. لا يا شيخ ايش اسمه؟ انا اعرف 30 روك عشان اتابع المسلسل 30 روك. لا لا بس اسمه بالحقيقه ايش اسمه؟ كرايزلر. لا لا والله نسيت نسيت نسيت. بس يعتبر من اهم المباني والابراج. اخي يخرب بيت نيويورك تعبانين على ابراج ابراج كثير تعب عليه. واضح واضح انه كان عندهم معلومات يا اخي. وش تخيل انت الريسيرش اللي تقعد بلوك طبعا بلوك هي المدينه مو ما هي يعني على قلت بلوك بلوك ولا 100% ايه. ايه. اه. هذا هو هذا ايش اسمه والله ناسي يا ولد والله نسيته. امدينا نروح ستاتشو اوف ليبرتي ما ادري ايش اسمه. بدك تشوفه من بعيد بس ايه بس ما يمديك تروح له. لا ما يمديك. سبايدر مان يقدر يسبح. يقدر يسبح لحد معين بس يوقف ولا يغرق. لا لا بس يوقف. يا الله صار لي الحين كم قاعد بس قاعد اتمشى في المدينه و ما. مبسوط اني قاعد كل شيء مبنى جديد تطل فيه. يا الله يا الله ايوه كيف حالك والله مشوار. حط اكس بسرعه لازم تحط اكس نطلع لما تمشي يعطوك اتشيفمنت مو اتشيفمنت تشالنجات زين ايه صح صح تخلص يقول لك انا برا امشي 500 ميل وانت طاير و500 ميل على الجدران. واو من كثر ما يا الله والله منظر حلو ترى في الحقيقه. في الحقيقه لما تسويها خلينا نسوي ترى منظر جميل. هذاك هو هذاك لا بنت الحريه. طيب هذه لعبه سبايدر مان من مارفل. هي اللعبة حصريه على بلاي ستيشن 4. تنزل يوم 8 10 سبتمبر. ايش هو ياي متى تنزل اللعبه مره ثانيه؟ يوم 7 ان شاء الله 7 سبتمبر يعني ما بقي لها شيء بعد بكره. فهذا كان كل شيء. انا معكم اخوكم عمران حازمي احمد المصطفى. لا تنسوا الضغط على زر اللايك وايضا الشير والتعليق والاشتراك. نشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه.